الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال إن جماعة الإخوان تحاول دق أسفين بين مصر والإمارات والسعودية، وقال إن استراتيجية الخليج تجاه مصر ثابتة في أن مصر هي ركن أساسي لمحاولات توحيد الصف العربي وإنها مصدر قوته، وأكد أن الإمارات والسعودية تقف ضد محاولات إيران لزرع حزب الله جديد في اليمن، وأن زمن التدخل الدولي للحل قد ولا، ولا بد من مبادرة تأتي من داخل المنطقة وأن تتحمل الدول العربية مسؤولياتها. أستاذ باسل، إيه رأي حضرتك في اللي بيحصل دلوقتي من الإخوان، وهل فعلا ممكن ينجحوا في مساعيهم؟ أنا متصور أن الإخوان مش موجودين في المعادلة السياسية المصرية في الداخل، ومحاولاتهم الأخيرة في الخارج في دول الخارج، وشفنا في إنجلترا وتأثيرهم على صناعة القرار في ألمانيا، حتى محاولات التأثير في أمريكا. لكن مسألة التأثير في السعودية والإمارات أعتقد أنها مسألة صعبة جدا في هذه الآونة، وأيضا محاولات إيران المستمرة في بسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط. صحيح، ده موضوع تاني، وطبعا إحنا في خط المواجهة مع السعودية والإمارات في حرب اليمن موجودين، وكمان بنحمي مصالحنا في البحر الأحمر. أنا أعتقد أن نفوذ الإخوان بيقل، كل ما بناخد خطوة لقدام، كل ما مصر بتمشي خطوة لقدام، كل ما ده بيقل. يعني قمة المناخ ده تقليل لنفوذ، لأن أنت خلاص وسط دول أوروبا والاتحاد الأوروبي اللي كانوا في يوم من الأيام بيهاجموك هجوم شديد جدا، النهاردة لا، أنت معاهم وبتحضري معاهم قمة مهمة جدا. أعتقد أن هي يعني مسألة سفسطة وهتقل، لكن أن يحصل تفرقة ما بين الإمارات والسعودية ومصر ممكن يبقى في اختلاف وجهات النظر، لكن تفرقة بمعنى تفرقة ودق اسفين اعتقد ان ده بقى صعب جدا. وبعيدا عن العروبة فهناك مصالح عربية مشتركة. صحيح. المصر